قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة، قال: إن الناس لا يصلحون إلا بالولاة، ولو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة كالحجاج ويزيد بن معاوية فإن هذا خير لهم من عدمهم. هذا خير للمسلمين من عدم ولاية الحجاج وولاية يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية استبيحت المدينة في عصره لما ولى مسلم ابن عقبة، حتى سماه السلف مسرف. استباح المدينة 3 أيام وانتشر فيها الدم وقتل فيها عدد كبير من الصحابة في عهد يزيد بن معاوية بسبب مسلم ابن قتيبة الذي سماه السلف مسرف لأنه أسرف. ومع ذلك ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ قال: كما أسلفت لكم، الناس لا يصلحون إلا بالولاة، ولو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة كيزيد والحجاج ونحوهما فإن ذلك خير لهم من عدمهم. ذكر ابن مهدي في كتاب الطاعة والمعصية أن علي رضي الله عنه قال: لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة. قيل: يا أمير المؤمنين، لا بد من إمارة برة أو فاجرة؟ البرة معروفة، الفاجرة ماذا يستفاد منها؟ فقال: تؤمن بها السبل، تؤمن بها السبل. والله إن الزعزعة الحاصلة في بعض بلدان المسلمين الآن لا يأمن فيها الإنسان على ماله ولا على عرضه ولا على نفسه، يسهرون الليل من أجل أن يحفظوا بيوتهم وأعراضهم وأموالهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام أول ما دعا لم يدعو بأن ينشر التوحيد، لا، دعا الله عز وجل أن يجعل الأمن في الأرض، لأن الأمن وسيلة إلى نشر الدعوة الإسلامية، ولا أمن إلا بالولاة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قدم الأمن على التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة الشرعية، قال: لابد للناس من أمير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أبي داود: إذا كنتم 3 في سفر فأمروا أحدكم. وعند أحمد: لا يحل لي 3 يكونون في فلاح إلا أمر واحدا عليهم. ماذا قال رحمه الله تحت ما ذكر؟ قال: فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأمير الواحد على الجمع القليل العارض في السفر. يسافرون 3 يجب أن يؤمر شخص، هل هو تأمير مستمر؟ لا، مؤقت عارض. كم العدد؟ 3، فما كان أكثر فهو أولى. قال رحمه الله: قال فأوجب تأمير الواحد في الجمع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. وقال في غذاء الألباب: قال لا ينبغي لأحد، اسمع، لا ينبغي لأحد أن ينكر على السلطان إلا وعظا وتخويفا وتحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني لا يكون الوعظ والتنبيه للولاة لغرض آخر، لا، تريد بذلك النصح له ومناصحة أئمة المسلمين، ما تريد النصح لنفسك ولا تريد حظ لنفسك، لا. قال رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن ينكر على السلطان إلا وعظا وتخويفا وتحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. قال القاضي: ويحرم بغير ذلك. وكل يفتش في قلبه وفي المجتمعات الإسلامية ويطبق هذا الحديث الذي يغفله كثير من الناس بل لا يعرفونه، وليحاسب كل نفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. 4 قبات ذكر من هؤلاء 3: ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي. كأن العلاقة بينهما هي الدنيا، إن أعطاني هو وإن لم يعطني قدح فيه وذم. قال المروذي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يأمر بالكف عن الأمراء ويكره الخروج عليهم إنكارا شديدا. قال عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، قد يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهما لأقوانا. وقال عمرو بن العاص يوصي ابنه في آخر حياته، لأن عمرو بن العاص أدرك الفتنة التي حصلت بين معاوية وعلي وعرف خطرها وعرف آثارها وكان مجتهدا رضي الله عنه، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد. هكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما جرى بين الصحابة من قتال ونزاع. فماذا قال عمرو بن العاص يوصي ابنه في وصيته الأخيرة؟ قال: يا بني احفظ ما أوصيك به، إمام عادل خير من مطر وابل، خير من مطر غزير.
وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. انتهى كلامه رحمه الله.